اليوم ان شاء الله on va couvrir chapitre numéro 3 اللي هو les structures itératives. الشابتر هذا جلوبالمون باش يكون فيه 3 grands parties. البارتي الاولى اللي هي البوكل بور، البارتي الثانيه اللي هي الريبيتي، وفينالمون on va voir tant que. وبيان سور لهنا شنو باش نعملوا؟ باش نشوفوا الفرق ما بين البوكل بور والريبيتي، والفرق ما بين الريبيتي والتون كو، وقتاش نستعملوا البوكل بور، وقتاش نستعملوا الريبيتي، وقتاش نستعملوا التون كو، وكيفاش نكتبوهم الثلاثة. داكوغ؟ دونك أول حاجة باش نبداو بها اللي هي البوكل بور. وقتاش نستعمل البوكل بور؟ كي نقولوا ساعة وقتاش معناتها نحكي، كي نقول وقتاش معناتها نحكي quand on va utiliser la boucle pour interne. Que cool qui fait, je comment on va implémenter cette boucle. Maintenant, on va la syntaxe. Et on va voir par la suite syntaxe de la structure. Mais, بالنسبة للبوكل بور، وقتاش باش نستعملوا البوكل بور؟ نستعملوا البوكل بور وقت اللي يبدا لو نومبر دو ريبيتيسيون تاعي كونيو دافونس. Je m'en ai inconnu d'avance. Je m'attends le nombre de répétitions en TA inconnu d'avance. On va voir ça par la suite. B. Donc, un autre exemple. Je vais afficher le kelma bonjour. Je vais afficher 4 fois. La façon que nous avons utilisée, qui dit afficher, tu vas utiliser quoi? Tu dis fais l'affichage. Tu vas utiliser quoi? باش نستعملوا الإكرير هكا ولا دونك الإكرير هي الانستركسيون اللي هذا الرول نتاعها اني تفشيلي كلمة بونجور ولا تفشيلي أي ميساج هكا ولا يا شباب. دونك أنا لهنا قلت بالأنسيان ميثود شنو نجي نحب نعمل أنا لهنا معناتها سون بوكل كي نقول أنسيان ميثود معناتها راني مانيش باش نستعمل بوكل بور مانيش باش نستعمل بوكل معناتها شنو باش نجينا؟ باش نجي نقول له إكرير بونجور، إكرير بونجور، 4 فوا، هكا ولا؟ هذا باللوجيك، نقول لك أفيشي لي كلمة بونجور 4 مرات، باش تكتب لي إكرير بونجور 4 فوا. هذا قبل ما نقراو البوكل بور، كوردو خاطر نحنا علاش نحكي لك في الكلام هذايا؟ باش تعرف البزوان، ولا باش تعرف ليتيليتي نتاع البوكل بور، باش تعرف أهمية البوكل بور، يلزمك تكتشف المشكل اللي كان موجود وجيت البوكل بور باش تصلح. داكوردو؟ دونك المشكل لهنا مع البوكل بور اللي جاء اللي قبل البوكل بور هو اني اذا كان نحب نعاود ان تريتمون بلوزيوغ فوا راني تريتمون هذاك لازمني نعاودو ان فوا كيما في الكا هذايا. كي نحب انا توا نافيشي كلمة بونجور 4 مرات لازمني نكتبها 4 مرات اكرير بونجور. توا سي معناتها ابليكابل 4 مرات تكتب بونجور ما مش مشكله بالنسبه لك اللي تكتب 4 مرات. اما كي يجي يقول لك اكتبها لي 400 مره اسكو باش تقعد تكتب في كرير بونجور 400 فوا سي فاتيغون هكا ولا دونك سي با لوجيك. دونك لهنا نحب نقول لك ما غير ما تخاف وما غير ما تدخل بعضك على خاطر تو سامبلومون جيتنا البوكل بور باش تحل لنا المشكلة هذايا. معناها أنا إذا كان نحب نكزيكوتي أن تريتمون أن فوا داكوردو والأن نتاعي في الكا هذايا 400 مثلا راني جوست نجي نحطها من بين البوكل نتاعي بوغ إي دو كذا أ كذا أعمل لي هذايا ويقعد البوكل نتاعي دور 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 وشاك فوا يكزيكوتي لي في الخدمة متاعي في التريتمون متاعي. اسكو فوز افي كومبخي فهمتوا المشكل شنو خاطر راهو شوف نحن نقراو في الانفورماتيك ونقراو في البوكل بور ونقراو في لي ستركتور الكل مي لا ماجوريتي فيكم ما يعرفش علاش جات الموديول هذايا ولا علاش جا الشابيتر هذايا وشنو جا باش يحل مش اما مشكل معناتها. تو سامبلومون معناتها
les savants, les قاعدين, les chercheurs, ou les développeurs, ou les experts, les قاعدين, ils créent des algorithmes, ou ils créent des instructions. Pour rien, tout simplement, ils ont inventé, voilà, ils ont créé des instructions pour nous aider, voilà, pour régler, voilà, pour résoudre des problèmes qui nous matrouhés. D'accord. نحن المشكل هنا المطروح اللي هو مشكل كبير اللي هو التلميذ كي يحب يكزيكوتي ان تريتمون مثلا 10 مرات ولا 15 مرة ولا 400 مرة دونك تريتمون هذا مش باش يقعد يكتبو 5000 مرة ولا 6000 مرة لا دونك لان نستعملوا البوكل نتاعنا البوكل بور اللي هي باش نكتب في وسطها لو تريتمون اون سول فوا Et la boucle interne, elle va répéter, voilà, elle va parcourir N fois le traitement avec. Je t'ai dit, le traitement avec N fois. Je vais voir Ottawa qui fait que je vais écrire la boucle pour interne. Donc, je vais sur la syntaxe. Syntaxe, c'est il dit pour I de VD à VFR. I, nous avons mis le compteur interne. D'accord? Le VD, il s'appelle la valeur début. VF, il s'appelle la valeur finale. C'est ce que le I est en train de faire avec le VD ou tout faire avec le VF. D'accord? B. Quand je veux dire, je vais vous demander le nombre de répétitions de la boucle de la boucle. Combien de fois le nombre des itérations de la boucle de la boucle? Combien de fois dans la boucle? شنية تجاوبني؟ تجاوبني بالقاعدة هذية تقول لي الفالور فينال موان الفالور ديبو بلوس ان فوا ناخذ على سبيل المثال في الكام تانا نحن لهنا وقت اللي قلت لك نحبك في شي لي كلمة بونجور 400 مرة دونك شنو باش تعمل؟ باش تاخذ 400 موان ان بلوس ان قداش يطلع لنا؟ يطلع لنا 400 دونك نفهم لهنا انه البوكل نتاعي دارت 400 مرة معناتها صار لافيشاج نتاع كلمة بونجور 400 فوا ديكور شباب اسكو مفهوم لحد الان ولا لا اي مفهوم اي مسيو باهي كيفاش واضح بي دونك شنجيو توا نحكيو على الروبليساج دان تابلو كيفاش باش نعبي تابلو بي شوف التابلو متاعك فيه ساخر نتعرف على التابلو متاعنا التابلو متاعنا فيه دي كاز هاوما دي كاز دي بكونتور هذا باللح هذا كاز هذي كيف كيف كاز هذي كيف كيف هذم سوسون توس دي كاز كوردو واللي في وسط الكاز يتسمى الفالور يتسمى القيمة تاع الكاز هذيك كوردو بي والارقام هذوما اللي تحت الكاز يتسميو دي زانديس تسمعوا فيا مليحة بي. دونك هذا فيما يخص التابلو امتعنا دونك هذه هي الكاز واللي في وسطها هو الفالور دي كاز والواتا هذو ما يتسميه دي زانديس داكور بي دونك il existe un traitement qu'on va le répéter n فوا دونك شنو هو التريتمون اللي باش نعاودوه ان فوا نحن تو واش نحبوا نعمل نحبوا نعبيو التابلو نتاعنا باش تعبي التابلو نتاعك دونك يلزمك تعبي بالكاز هذه ومن بعد تعبي الكاز هذه ومن بعد تعبي الكاز هذه حتى لين دخلت لاخر كاز دونك شنو هو الكلام اللي قاعد يتعاود وانا قاعد نوري فيك كيفاش نعبوا تابلو شنو هو الكلمه اللي تعاود
Not because. تحيد. Donc. كنت لاحظ هناك قلت لك باش نعبيه وتابلو راني لازم نعبي كاز هادي نعبي كاز هادي نعبي كاز هادي نعبي كاز هادي ونعبي كاز هادي بيك الكلام اللي قلته هذاك هو التريتمون نتاعي كو جو في لو ريبيتي دونك جو في ريبيتي لو تريتمون ان فوا دونك لو نومبر دو ريبيتيسيون نتاعي في الكا هذايا اي كونو ولا لا؟ وي Madame, le nombre de répétitions en TI est connu, donc je vais utiliser le boucle en TI pour. Le boucle pour, le nombre de répétitions en TI est connu d'avance. OK? Mais, donc, tout simplement, نجي لهنا نستعمل البوكل بور نتاعي باش نعبي التابلو نتاعي وهذا الرومبليساج نتاع التابلو ديما يقعد هو بيد حتى سي ما يتبدل في الرومبليساج نتاع التابلو اللهم جاي قال لك الرومبليساج هذا باش نشوفوه بكونترول دو سيزي اي اون فا فوار بار لا سويت لو كونترول دو سيزي داكوردو بي دونك ها جينا لهنا قلنا بوكل انا قلنا بوكل بور بتاعنا بور اي 2 0 ا ان موان انفير بي دينا من الصفر ها لهنا 0 ا ان موان ان ان نتاعي لهنا 5 ان موان ان هي 4 دونك من الصفر للاربعة وشنو باش يعمل يجي يقول لك لهنا اكرير تي دو اي لير تي دو اي اشاك فوا قاعد يعبي في الكازا ذي بكلمه لير لير تي دو اي قاعد يعبي في الكازا ذي فهمنا دونك ومن بعد شنو باش يصير باش تجي تقدم اجا خلني نكتب لكم الالغوريتم لهنا ونعمل لكم ليكزيكيسيون على ما نتاع البوكل بور نتاعنا هذايا باش تفهموني بالباهي كيفاش قاعد يتعبى التابلو نتاعنا اوكي شباب باهي دونك نجي كان توا لهنا جي نكتب pour i 2 0 a n moins 1 فير ونجي نقول انا اكرير t دو i ولير t دو i فان pour بيه. هذا التابلو متاعي فيد اسمه تي واضح بيه دونك الاي متاعي هو لو كونتور هكا ولا اي متاعي لو كونتور بدا من الصفر الكونتور متاعي بدا من الصفر بيه دونك شجي نقول انا اكرير تي دو اي اكرير تي دو اي جي باش يافيشي ما نعرفو اللي الكرير هذايا راهي ريسبونسابل على لافيشاج دونك باش افيشي له شنو هو تي 2 اي الاي نتاعي هي صفر دونك شقول له تي 2 زيرو ايكال دونك الكاز نتاعي هذه هي زيرو والاي نتاعي في الكا هذايا مبوانتيا لهنا هكا ولا دونك يجي يقول له ليخ تي 2 اي دونك باش يقرا له الكاز نتاعي هذه في الرام دونك باش يقرا له باش يقول له باش يجي لهنا يحط له 25 وينزل اونتري كي ينزل اونتري باش يجي يعبي كاز هذه ويحطها 25 يجي لهنا للفان بور اسكو يخرج من البوكل بور ولا ما يخرجش من البوكل بور علاش على خاطر الفالور دو اي مازال ما خلطش للان موان زان داكوغ فهمت وقتاش نخرج من البوكل بور ولا نخرج من البوكل بور وقت اللي الاي نتاعي تخلط للان موان زان دونك شنو باش يصير في الكيس هذايا باش يعاود يطلع الفوق ويجي يقدم الاي نتاعي اونكور اون فوا ويردها لهنا واحد دونك الاي نتاعي ما عادش لهنا الاي نتاعي باش تولي لي لهنا قدمت داكوردو وكي تقدم الاي شنو باش يصير باش نجي نعبي الكاز الثانيه دونك ساشون كو الان نتاعنا في الكاز هذايا راهي ايكال 5 بي شنو هي مش وقتاش نحط على وقتاش تحط هذوما
نور هذو منحطهم بوغ افيشي ان ميساج معناتها انا توا هنا الكا نتاعي هذايا الكا نتاعي هذي شوف هذا سيت ان ميساج شو قاعد هو بيدو فيكسي شين دو كاركتير هاي هي بيدها هذي باش تقعد ديما هك واضح ليه دونك انا شنو باش نعمل تو باش نجي لهنا هذا هو الاي الاي متاعي لهنا في الكاد هي وقت الاي متاعي في الصفر دونك الاي جاتني لهنا صفر واضح ليه دونك نحنا عملنا الفيرجول هذا وعملنا الفيرجول هذا علاش عملناها هذوما للزوز تو سامبلومون بوغ سيباري هذا ما يتسمى كونكاتيناسيون راه تو سامبلومون اتعملت هذايا باش نلصقو شنو باش نلصقو البارتي هذي الشين مع البارتي هذي الريال وهذي الشين مع البارتي هذي الريال داكوغ دونك صارت لهنا لا كونكاتيناسيون دونك لصقنا التي دو اي فهمت ولا دونك باش نجمو نعملو هكا دونك اون ايتيليزي الشين نتاعنا هكا وهذي كيف كيف شين وبيناتهم الفيرجول فهمتني ولا يا نور واضح مي دويا دونك شنو جيت توا لهنا الاي نتاعي قدمت مادام الاي نتاعي قدمت جيت لهنا في الا دونك شنو باش يصير في الكا هذا باش نجي نعبي التي 2 اي اللي هي تي 2 ا معناتها طلب مني كي نجي نحط له 77 وننزل اونتري دونك نجي لهنا ونحط لي 77 وباش يقعد يعمل نفس الحاجة الاي نتاعي باش تتقدم باش تولي لي في 2 هاني قدم ولات لي في 2 بعد يجي لهنا يطلب لي تي دو 2 ايغال نحط له 71 وانا 17 وننزل لونتري باش يجيني لهنا يعبي هذاك يجي تزيد كيف كيف هنا يمشي للتر وقت الاي نتاعي باش يتقدم اونكوغ اون فوا دونك يجي يطلب مني لهنا تي دو 3 نحط له هنا موان 3 وننزل لونتري باش يجي يعبي لي زاد هذه دونك شو قاعد يصير الشيء هذايا الوقتاش لحد ما تخلط الاي نتاعي للان موان زان الاي نتاعي خلطت الان موان زان في الكا هذايا ان نتاعي راهي هي 5 ان موان زان هي 4 والاي نتاعي لهنا 4 دونك الموديول نتاعي انا لهنا البوكل نتاعي انا لهنا الفا ساريتي هكا ولا دونك اشاك فوا شنو قاعد يعمل قاعد يبوينتي على كاز كوبو يعبي فيها ومن بعد يقدم يعبي كاز هذيك ومن بعد يقدم الاي يعبي كاز هذيك ومن بعد يقدم الاي وقتاش يقف البوكل بور نتاعي لي زيتيراسيون خضراء واش قاعد يعمل بوكل بور قاعد يهبط هكا ويعاود يطلع هكا وكل ما يطلع يقدم في الاي كل ما يطلع يقدم في الاي يهبط يعاود يطلع كل ما يطلع يقدم في الاي داكوغ شباب التابلو ديما يبدا من الزيرو التابلو ديما يبدا من الزيرو الشين دو كاركتير كيف كيف لو برومي كاركتير ديما من الزيرو شنو لونغ تبدا من الان اللونغ انت اللونغ شنو حكايتها اللونغ لونغ باش تحسب لك لو نومبر دي كاركتير دونك تبدا تحسب من واحد فهمت؟ واضح مش عايش باه وي زين شكون عنده كيسيون شباب جوسكا ماتنو ليه لي زين ما نجمش نعاود نرجع بتويلي انت تلقى نور جوسترومون تفرج فيها في اليوتيوب اوكي
بي. دونك باش نجم نعبي تابلو دونك كيما كنت نحكي لازمني نستعمل البوكل بور ونحط في وسط البوكل بور التريتمون داكوغ التريتمون اللي هو الرول نتاعو في الكام تاعنا لهنا انه يعبي كاز ميموار في الرام يعبي الكاز نتاع التابلو تاعنا داكوغ بي دونك كونترانت باش توصل انك انت تستعمل تابلو يلزمك تديكلاري التابلو نتاعك باش تديكلاري التابلو نتاعك بيان سور يلزمك تستعمل التي دي او نتاعنا هكا ولا خاطر التي دي او سي لو تابلو ديكلاراسيون دوبجي يعني في التي دي او غادي وين ما نجي ديكلاري لي زوبجي نتاعي فانا التي دي او نتاعي باش نقولوا لهنا تي راه هو تاب داكوغ والتاب هذايا هو تيب جديد صنعناه في وسط التي دي ان تي تي دي ان تي هو تابلو ديكلاراسيون نوفو تيب دونك باش يصير التابلو هذا تاب ايغال تابلو دو 20 اونتي داكوغ شباب فهمتوا الفاز هذايا ولا نعاودها دونك باش ديكلاري باش تستعمل ان تابلو لازمك ديكلاريه باش ديكلاريه يلزمك تي دي او التي دي او شنو باش تحط فيه باش تحط فيه اسم التابلو والتيب نتاعو التيب نتاعو كيما نلاحظوا لهنا هو تيب جديد ماهوش موجود من بين لا اونتي ماهوش تيب سامبل معناتها فهمتني دونك اللي هو اسمه تاب التاب نتاعي هذايا راني انا وين ديكلاريتو التيب جديد هذا ديكلاريتو في حاجه اسمها تي دي ان تي تي دي ان تي نتاعي هذه لابريفياسيون نتاع تابلو ديكلاراسيون نوفو تيب داكوغ بي كيفاش باش نجم ديكلاريها ديكلاريها بالطريقه هذه نسمي كتاب هذاك داكوردو التاب نتاعي هذاك نسميه ها هو ونقول راهو سي تان تابلو تيب هذا راهو سي تان تابلو دو 20 اونتي وي سلسبيل كلامك صحيح التي دي ان تي ديما مع التي دي او كي يبدا عندي تابلو وتعمل بالطريقه هذه انا عملت لهنا دو 20 اونتي علاش خاطر او ماكسيموم شنو باش يصير باش يمشي في وسط الرام ويريزرفي لي 20 كاز ميموار في الرام داكوغ دونك باش يريزرفي لي 20 كاز ميموار في الرام باش نبى بعضهم فهمنا يقول له تابلو دو 20 اونتي راه باش يمشي يريزرفي لي 20 كاز في الرام باش نبى بعض واضح وكي نقول له انا الان ايغال 5 معناتها راهو ما كان من اكل 20 كاز اللي ريزرفيهم ديجا في الرام راني باش نستعمل كان 5 علاش كان فهمتوني ولا نحكي بالشنو فهمتوني ولا وي مسيو وي واضح بي هذا الرومبليساج دان تابلو بالبايثون دونك اون فا اكزيكوتي توا باش نكزيكوتي لكم ونوريكم الرومبليساج دان تابلو بالبايثون باتيوليزي توني كوم اي دي او كون فالونسي لو بروغرام دونك لهنا قال لك دوني لو نومبر دي كاز نقولوا انا لهنا 5 نزل اونتري دونك طلب مني توا تي دي زيرو نحط له 25 ونزل اونتري ومن بعد نحط له 77 ونزل اونتري ومن بعد نحط له 17 ونزل اونتري نحط له 5 نحط له موان 7 كوردو دونك هاو لهنا جاش عمل له لهنا لهنا جينا قلنا هنا يلفو امبورتي الري دو لا ليبروري نمباي دونك الري هذيا ريتها هذي هذي ليكيفالونت نتاع تي دي ان تي و تي دي او في الالغوريتميك دونك جيت لهنا قلت راني باش نستعمل الري لازمني نمبورتي باش نستعمل باش نديكلاري ان تابلو لازمني نمبورتي الري داكوردو من ليبروري نمباي ليبروري معناتها مكتبه كيما الليبراري مات اللي قريناها في الشابتر الاولاني اللي كي باش نستعملوا SQRT ولا باش نستعملوا البويسونس لازمنا نامبورتيو الليبراري مات واضح
دونك سي كيف كيف لهنا نستعملوا النمباي، نستعملوا الليبراري نمباي اللي في وسطها الاري. وباش نجي نقول له نقول له تي نتاعي راهو هو اري الكاز اللي فيه راهي باش تكون اونتي، وراني حاجتي ب 20 كاز. واضح؟ دونك 20 هذه هي النومبر دي كاز، وهذه الكاز نتاعي دو تيب اونتي داكوردو. وهذه الري انت سيت ان تابلو دو 20 دونتي وفيها 20 كاز. واضح شباب؟ دونك باش نوجي لهنا جي في السطر هذايا الخامس وطلب مني اني ندخل له الان اللي هو طلب نتاعو هو لهنا. كتبت له الان نتاعي ايجال 5 ونزلت اونتري. دونك شو مشي عمل لهنا؟ مشي ريزيرفا في الكاز ميموار الان وحط فيها 5 كوردو. ومن بعد جيت قلت له فور اي ان رانج ان. كي نقول له ان رانج شو معناتها الرانج؟ الرانج معناتها اونتر حاجه وحاجه داكوغ. بي كي نقول له ان رانج ان بار ديفو باش ياخذ لي من وين لوين؟ باش ياخذ لي من الصفر للان موانزا داكوردو. معناتها الفالور فينا فالور ديبي لهنا هو زيرو، خاطر هو لهنا هي الرانج في الاصل. اوكي فالور ديبي فيرغول فالور فينا، مي باغ ديفو الفالور ديبي هو زيرو. كي ما نكتبوش الفالور ديبي يحط لي الفالور فينا ديريكت اللي هي الان. معناتها هو في الاصل هكا راه، هو في الاصل من الصفر للان اكوردو. دونك هو هكا في الاصل من الصفر للان. كي ما نكتبش انا الصفر بار ديفو يجيني الصفر داكوغ. اما انا تو كي نجي نقولو لهنا من الان باش يسكيبي لي زيرو ويجي يعبي لي كازا ذي. اجي نجربها شوف ها على عينيكم. دوك نحط له انا لهنا 5 يجي يطلب لي ديريكتومون تي دو ان، خاطر بديت له من الواحد. معناتها اسكيبا تي دو زيرو، اسكيبا الكاز لوراني. واضح شباب ولا لا؟ ني واضح مسيو. فهمنا؟ دونك نوليو لهنا نخليوها ان ان رانج ان. ادي رانج شنيا تاعنا. وكان ما عندكم مشاكل معناتها مع البايثون راه تدخلوا للشين يوتيوب نتاع ريوس اكاديمي نتاعنا هذايا تلقاو بلاي ليست كامله اسمها بايثون دو ا ا زيرو. اكوردو بايثون دو ا ا زيرو فيها 25 فيديو الكلهم بايثون، نبدالك فيها من الاول للاخر. فهمنا شباب؟ معناتها بوزالي غيان غاتي، حتى كان عمناول حسيت رواحكم ناقصين حاجه ولا حكايه. دونك تلقاو كل شيء موجود في الشين يوتيوب جراتويتمون. ب تي دو اي ايغال انت انبوت اس تي ار دو اي. ريتك اللي عملتها قبيلك بالفيرجول هاني عملتها لهنا بالبلوس داكوردو. وحطيت اس تي ار دو اي. علاش حطيت اس تي ار دو اي؟ على خاطر لهنا في البايثون ما تنجمش تكونكاتيني ان اونتي مع ان شين دو كاركتير. دونك لونتي نتاعي هذاك جيت عملتلو كونفرتيتو كوم كاركتير باش ننجم نكونكاتيني مع الشين دو كاركتير هذه والشين دو كاركتير هذه باش ننجم تكون عندي نتيجة بالطريقة هذه. داكوغ؟ دونك التي دي دو ان هذايا ايغال سي غراس على الميساج هذايا داكوردو. الميساج هذايا هو اللي قاعد يخرج لي في تي دو 4 وتي دو 3 وتي دو 2 وتي دو 1 وتي دو 0. فهمتني؟ من الصفر حتى للاربعة اللي هو الفالور دو اي، خاطر الاي نتاعي تمشي من الصفر للان موانزا، والان نتاعي انا لهنا 5 دونك الان موانزا سي 4 دونك الاي نتاعي هي هذايا هايك. فهمنا يا الولاد والبنات؟ دونك جا لهنا شنو عمل؟ عبى التابلو نتاعو. ومن بعد جيت عملت له انا لهنا عملت له افيشاج. بعد ما يعبى التابلو جا لهنا وافيشاه لنا، افيشاه لنا الكاز الاولاني 25، الكاز الثاني 77، الثالثة 17، 5 وموان 7. اوكي؟
Vous avez compris? Oui, ça c'est bien. مسيو علاش ما نعملوش ان معناها ما نعملوش اون جينيرال وكي نعملو 20 معناها ما نجموش نديباسو ال 20 آه فهمت، تحكي أنت لهنا لهنا. اي مسيو نولو نقرو الان قبل وبعد نخدم بالان وي سي بوسيبل، وي بوسيبل على الاخر. نجيو لهنا وليو ديكلاري وهوني بوم هكا. وي اون بو فيغ سا، اما في الالغوريتميك ما تنجمش تعمل هذا. فهمت؟ اي مسيو En algorithmique, on peut faire, on peut pas faire ça. Voilà, chabab. اي عايشك Voilà. Donc, نتعداو توا لنين بعض. اللي هو البوكل ريبيتي. بي شو نستعمل البوكل بور وقت اللي يبدا عندي ان باركور. معناها وقت اللي يبدا عندي لو نومبر دو ريبيتيسيون تاعي كونو. داكور دو كلامي واضح ولا مش واضح؟ واضح كي نقول نستعمل البوكل بور وقت يبدا عندي باركور. اي واضح. دونك زيد كيف كيف نستعمل ريبيتي وقت يبدا عندي باركور. مي نون سولمون باركور، وقت يبدا عندي ان باركور، باركور كونديسيونيل ou contrôle de saisie. Monsieur, tu as dit que j'ai le boucle pour. Et tu as dit que le boucle pour ne se termine pas quand il y a un parcours. Et tu as dit que tu as répété que ne se termine pas quand il y a un parcours. Et donc, ça sert à quoi hein, le boucle pour qui tu as déjà répété? Est-ce que c'est logique? Mais, donc, une remarque ou une question, d'accord? Ou c'est logique. Ou femme best practice, ma femme, qui m'a dit, nous avons des choses que nous devons faire min al mustahsan. Fahmtni? Donc, min al mustahsan, innak tistamel el parcours, ma el boucle pour. D'accord? Ma'naha, waqt li yabda le nombre de répétitions, ta un traitement connu à l'avance. ونعرف قديش باش نعاود ان تريتمون، كيما باش تعبي ان تابلو، كيما باش تفيشي كلمه بونجور 400 مره، راهو غادي اوتوماتيكمون مخك يلزم يمشي للبوكل بور. كوردو علاش؟ على خاطر لو نومبر دو ريبيتيسيون تاعي اي كونو ا لافونس. توا في الريبيتي سبيسيال، في الريبيتي وجديد انه يبدا عندك ان باركور كونديسيونيل. مسيو شنو معناتها باركور كونديسيونيل؟ كلمه باركور كونديسيونيل تتكون من كلمتين، تتكون من كلمه باركور وتتكون من كلمه كونديسيونيل، جايه من كونديسيون معناتها شرط. اجا ناخذ ان اكزامبل باش تفهموني اكثر. انا توا نجي نقول مثلا الامان الله، امان الله. انت توا في كياس، الكياس هذايا فيه برشا ديار يا امان الله. كي نجي انا نقول لك امان الله لوج لي على واحد اسمه محمد مولى الدار في النهج هذايا، دونك شنو باش يمشي يعمل امان الله؟ باش يمشي يدق على الدار الاولانيه ويشوف اسكو مولى الدار اسمه محمد ولا لا. اذا كان اسمه محمد راهو باش يرجع لي ويقول لي راني لقيت محمد في الدار الفلاني. واضح؟ دونك امان الله il va faire quoi, il va parcourir. C'est vrai qu'il va parcourir, mais il va parcourir avec condition. ثم condition باش توقفوا. الكونديسيون اللي باش توقفوا هي شنو؟ هي مولد يلقى مولد دار اسمه محمد. ليه يعرف على روحه أمان الله وين باش يلقى محمد مولى الدار؟ ما يعرفش على روحه. دونك لو نومبر دو ريبيتيسيون نتاعو لهنا ماهوش كونو، ماهوش معروف. كوردو
Donc, نحكيو لهنا على حاجة اسمها le parcours conditionnel. C'est vrai que c'est un parcours, mais فما شرط يوقف الباركور هذايا. وما تعرفش على الشرط هذايا وقتاش يبان. كيما ينجم يبان من الأول، كيما ينجم يبان في الوسط، وكيما ينجم يبان في الأخر. هل فهمتوا معنى كلمة باركور كونديسيونيل ولا؟ على ميسي وقت اللي سيه ويعمل يكتب الريبيتي بتاعي، وقت اللي سيه لقاها اكزيست يحبس معنى بتاع الريبيتي. ولا فهمت؟ كي نجي انا توا نعطيكم مثال اخر، ديما بامان الله وبنيما بنفس الاكزامبل. امان الله واقف في راس النهج كوردو، ونجي نشوفه مع امان الله ونقول له امان الله بحبك تشوف لي قديش من واحد اسمه محمد في النهج هذا. دونك امان الله اللي اوبليجي دو باركورير الديار الكل هكا ولا؟ والنومبر نتاع الديار في النهج هذا اي كونو ان افونس. دونك شنو باش نستعمل كون بوكل مادام لو نومبر دو ريبيتيسيون نتاعي اي كونو ان افونس؟ شنو باش نستعمل بوكل؟ اي انا هو بوكل ريبيتي ولا بوكل بور؟ Bien sûr, on va utiliser le boucle pour خاطر le nombre de répétitions نتاعي est connu. عدد المرات اللي يتعاود فيهم التريتمون نتاعي معروف. امان الله باش يدور على الديار الكل اللي هما 20 دار. دونك نعرف انا قديش من دار باش يدور عليها امان الله. اما انا كي نجي نقول امان الله لوج لي على محمد وين يسكن؟ ديكو يلقى محمد Donc, il va arrêter le parcours et revenir chez moi et m'indiquer le lieu où Mohamed existe. Femna? Oui, monsieur. C'est ce qu'on appelle le parcours conditionnel. Voilà. كيف والله ما سمعت تاب هون رمان اسمه انت كتبت تديو واحنا مش نستعمله التابلو ديكراسيون دو زوجي لو جلوبو تديو جي شاريك في تديو جي يرحم والديك انا ما زلت ما قريتكش تديو جي لحد المستوى هذا انا راني نحكي معاك في الشابيت اللي قبل لي سو بروغرام يسو بروغرام شابيتر غادي وين باش نقراو التي دي يو جي فهمت انت لحد الان قاعده تفهم فيا ولا لا الساعه قبل كل شيء قاعد نفهم باهي ما تنقزش بيا لبعيد خليك معايا خليني في الشابيتر نيميرو 3 لي ستركتور ايتيراتيف وفسرت لكم البوكل بور وتوا قاعد نفسر لكم في الريبيتي والريبيتي قلت لكم اللي راهي نستعملوا فيها لو باركور والباركور راهو نفس الكونسيبت بتاع البوكل بور اما فما بيست براكتس ومن المستحسن ان نستعملوا الباركور كان مع البوكل بور داكوردو وحكيت لكم على لو باركور كونديسيونيل اللي نحكي عليه قبيليك شوي داكوغ وتوا باش نحكي لكم على لو كونترول دو سيزي بالنسبه للكونترول دو سيزي حاجه زاده كيف كيف تتكون من كلمتين تتكون من الكونترول تكوردو من الكونترول وتتكون من السيزي كلمه سيزي نعرفها اللي هي فيها اكرير ولير هكا ولا وكلمة كونترول ما نعرفوهاش اللي هي ديجا نحنا باش نعطيك انا ان اكزامبل توا باش تزيد تفهمني اكثر كي نجي نقول لك انا نحبك تحبك تدخل لي ان اونتيي اكس الاكس هذا راه يلزم يكون ما بين الخمسة والعشرين شنو باش تعمل لي انت في الكاذا باش تستعمل الريبيتي جوسكا باش تقول له اقعد عاود دخل الان
حتى لين الان متاعي يكون لي من بين الخمسة والعشرين. واضح شباب؟ واضح. C'est ce qu'on appelle le contrôle de saisie. بي. إيجا نشوفه مع بعضنا طوى. علاش ولا علاش نستعملوا الباركور مع البوكل بور؟ إي سي بلو كونسيي إن نستعملوا الباركور مع البوكل بور وما نستعملوهوش مع الريبيتي. بي. دونك نجيك لهنا ونجي نقول في الباركور البوكل بور نباركوريو نفشيو كلمة بونجور 4 فوا هذا الهدف. دونك نجي نقول له بور اي دو 1 ا 4 فير اكريغ بونجور فان بور باش نقعد نعاود هكا حتى لين نخلط للخ. واضح؟ ونزيد نجي لهنا شنو باش نجي نعمل الريبيتي باش نجي نقول له اي اوزر الفرق ما بين البوكل بور في الباركور ومن بين الريبيتي في الباركور. ساعة قبل ما نبدا بالشيء هذا اجا نعمل طلع على السنتاكس نتاع الريبيتي. الريبيتي نكتبها بالطريقه هذه. ريبيتي تحط التريتمون نتاعك جوسكا كونديسيون الاولانيه اي او condition ثانية et ou condition n. D'accord. Donc répétez jusqu'à اقعد عاود لي تريتمون حتى لين التريتمون حتى لين نخلط للكونديسيون هذه et ou condition هذه et ou condition n. فهمنا؟ Donc هذا السنتاكس تاع répéter jusqu'à. Donc بالنسبة للبوكل بور كي نكتبها بالطريقة هذه pour i de 0 à 4 fer شنو باش يصير للاي؟ الاي باش تصير لها initialisation باش تصير لها initialisation بالأ initialisation بالأ. دونك الاي باش نحطو فيها واحد a 4 fer وردو الاي باش تبدأ من الواحد حتى للأربعة. دونك وبعد شنو يقولو اكرير بونجور. دونك الاي نتاعي نحط فيها واحد حتى للاربعه به ويقعد يا في شيء ويدور في الاي يقدم في الاي يا في شيء ويقدم في الاي يا في شيء ويقدم في الاي. الاي نتاعي شنو بصير لها؟ بصير لها انكريمونتاسيون امبليسيت. يقول لكم يا في شيء ويقدم في الاي. دونك كلمه يقدم في الاي هذيك اون لابيل انكريمونتاسيون امبليسيت. وكي نقولوا امبليسيت معناتها راهي معمولة بالبوكل بور ونحن مراوهاش كالتقديمة هذيك لانكريمونتاسيون. وشنو يصير للإي لهنا إنيسيالمون؟ يصير لها إنيسياليزاسيون بالأن. تحط فيها أول قيمة الواحد. وردو. دونك نحن بالريبيتي هاي كيفاش باش تصير العملية؟ نفس الحكاية ريت هذايا يعطيني نفس النتيجة مع هذايا. باش نجي لهنا نقولو إي رسوا زيرو. ريبيتي اي رسوا اي بلس ا هذه هي لانكريمونتاسيون اللي يعمل فيها البوكل بور. اما نحن بالريبيتي سونسي باش ان نكتبوها مانويل تبان لنا وهذه امبليسيت. ونقول له اكرير بونجور جوسكا اي غالا ان. شوف انت لهنا المشاكل اللي يخرجوا لي. شوف انت معناتها التعب والكود قداش طويل ولهنا قداش بالبوكل بور مع الباركور قداش ياسر سامبل. Juste pour le pour i de 1 à 4 fer, écrire bonjour, fin pour la net, pour le i reçoit 0, répéter, قدام لي i, écrire bonjour, حتى لين ال i نتاعي دخلت للخ, دخلت لل n معناتها, فهمتني؟ ويقعد شاك فوا يقدم في ال i, يا في شي بونجور, ال i مازالت ما خطتش للاخر, دونك يعاود يطلع, يقدم ال i, يا في شي بونجور, فهمنا شباب؟ دونك اون ريسك لهنا باش اننا ننساو حاجة من الحوايج هذوما. فهمتني؟ اي سي بلو لون حتى في لامبليمونتاسيون نتاعها. هيك علاش سي بلو ريكوموندي انك تستعمل البوكل بور وما تستعملش الريبيتي في الباركور. واضح؟ فهمتوني؟ شباب العلاء وي مسيو.
وهي زين ب هي سلسبيل. واو ب دونك نتعداو للباركور كونديسيونيل. الباركور كونديسيونيل نجيب لهنا ونجي نقول لك انا يا سيدي نحب نلوج هاكا باش نخدم ان اكزامبل. نحب نلوج على ان اونتي اكس في وسط التابلو نتاعي تي، شنو هو باش نجي يعمل؟ ولا انا باش نجي ناخذ الاكس نتاعي ايغال موان 3 داكوردو، هذا العدد اللي نحب نلوجه في وسط التابلو نتاعي. وكي نلقاه راني باش نقف اكس نتاعي وين نجم نلقاه؟ كيما نجم نلقاه من الاول نجم نلقى اول كاز في التابلو موان 3، كيما نجم نلقاه في الوسط، كيما نجم نلقاه في اخر كاز ولا قبل اخر كاز. دونك شنو باش نستعمل هنا الشوا نتاع البوكل؟ بوكل فور ولا ريبيتي؟ بوكل ريبيتي. علاش؟ خاطر نومبر دو ريبيتيسيون انكوني. فوالا فهمنا شباب، هذه الريبونس نحب نسمعها ديما داكوردو. وريت باش تعرف الشوا نتاع البوكل نتاعك يلزمك تسال روحك، تسال روحك انا زعما توا التريتمون نتاعي اللي باش نعمل اسكو لو نومبر دو ريبيتيسيون نتاعي معروف ولا لا. اذا كان النومبر دو ريبيتيسيون نتاعي معروف راني باش نمشي نستعمل بوكل بور. اذا كان النومبر دو ريبيتيسيون نتاعي ماهوش معروف، معناتها ما نعرفش على روحي وقتاش باش نقف، كيما نجم نقف توا، كيما نجم نقف في الاخر، كيما نجم نقف في الوقت. دونك تمشي لهنا اوتوماتيكمون تستعمل البوكل نتاعك ريبيتي. واضح؟ اي سي سكو نابيل لو باركور كونديسيونيل. واضح؟ باهي. دونك فوالا نجي لهنا ندخل الاكس نتاعي العدد اللي انا نحب نلوج عليه، وبعد نجي نقول تروف رسوافو. تروف اللي هو سيتان فاريابل انيسياليزيتو بالفوق، كيما انت ملول كي تدخل الاكس في مخك راك مازلت كي تمشي. انا جي كي نجي انا نقول لك اسمع امان الله لوج لي على واحد اسمه محمد صالح، امان الله جا في راسه توا في الكاز نتاع ميموار نتاع راسه في مخه معلومه اسمها محمد صالح اللي هو مولى الدار كوردو اللي هو باش يلوج عليه. دونك في مخ امان الله زادة اللي هو مازال ما لقاش محمد صالح انيسيالمون على اول قبل ما يبدا يلوج في مخه مازال ما لقاش مولى الدار. دونك شو يلزمه يعمل؟ يلزمه يقدم امان الله ويجي يشوف هذه الدار وهذا اسم مولى الدار، هل مولى الدار اسمه محمد صالح؟ اذا كان اسمه محمد صالح اروح باش يحط في مخه فري راهو لقاه ويخرج بالفري، سينو شنو باش يصير؟ باش يعاود يطلع ويقدم للدار اللي بعدها ويتستي على الدار اللي بعدها ويقعد يعمل هكاك حتى لين يخلط التروفي جالافري معناتها يلقى مولى الدار، والا يخلط الاخر دار. فهمتني؟ يخلط الاخر دار وما يلقاش مولى الدار اسمه محمد. دونك يخرج. فهمنا؟ معناتها يخرج في حالتين، في صورة ما انه لقى مولى الدار اسمه محمد، وفي صورة ما انه خلط اخر دار وما لقاش. واضح شباب؟ فهمتوني ولا لا؟ بي؟ دونك نجيو نخدمو توا لو كونترول دو سيزي. لو كونترول دو سيزي اللي هو comment on va contrôler un entier. معناتها انا entier نجي نشوف l'entier نتاعي اللي هو مثلا n، نحب نقول لك انا الان نتاعي هذايا نحبه من بين الخمسة والعشرين داكوردو. الان نتاعي هذا كيفاش انا باش نفرض عليه انه يكون لي ما بين الخمسة والعشرين؟ تو سامبلومون لازمني نستعمل الريبيتي في الكا هذايا داكوغ. دونك جو دوا كونترولي الان. فهمنا؟ دونك كيفاش باش نكونتروليها الان؟ كونتروليها بالطريقه هذه. ريت السيزي نتاعك اكرير ان دير ان، جي نقول له عاود لي السيزي هذه حتى لين الان نتاعي تكون ما بين 25.
ريت من قبليك قاعد نحكي بالدارجة وقاعد نوري فيك بالسورية هكي باش تفهمني. معناتها دخل لي الآن حتى أقعد عاود دخل الآن حتى لي اللي هي جوسكا الآن تكون لي ما بين 25. فهمنا شباب؟ دونك سي سو كون أبل لو كونترول دو سيزي. دونك شتلقى روحك تستعمل الريبيتي في دو كا، سواء في لو باركور كونديسيونيل سواء في الكونترول دو سيزي. فهمنا اللي هو هذا؟ فهمتوني شباب؟ شباب العلاء واضح بي. توا باش نجي ونحكيو على طونك، وهذه اخر حاجه في الشابتر نتاعنا هذا. الطونك نتاعنا زيد كيف كيف بالنسبه للطونك، تعمل لو باركور وتعمل لو باركور كونديسيونيل وتعمل لو كونترول دو سيزي. اباي مسيو تيخي مش كنا نقولوا ان الريبيتي زاد هي تعمل الباركور وتعمل الباركور كونديسيونيل وتعمل الكونترول دو سيزي. اما شنو الفرق ما بين التونكو والريبيتي؟ سي لا كيستيون كي سو بوز. ونورمالمون سالتو توا رواحكم السؤال هذا اذا كان تبعتوني بالباهي بيان سور. دونك سي كوا الوغ لا ديفيرونس اونتر ريبيتي اي تونكو؟ سي عقبال كل شيء نشوفوا مع بعضنا كيفاش نكتبوا التونكو نتاعنا، معناتها السنتاكس نتاعنا كيفاش. السنتاكس بالطريقه هذه: تونكو كونديسيون 1 اي او كونديسيون 2 اعمل شنو باش نعمل؟ باش نعمل ان تريتمون كوردو بي. نوتي بيان اون نيكزيكوت با لو تريتمون كو دون لو كا او مي كونديسيون سون فري. اش معناتها؟ معناها لهنا بالتونكو ما ندخل نعمل التريتمون الا ما يكون هذا الكل فري. معناتها ما دام الامور مريقله اعمل لي هاي بالدارجه. كيفاش معناتها؟ ما دام الامور مريقله معناتها فري اعمل لي اللي هي الفاخ، اعمل لي التريتمون. هذا كيفاش نعبر عليها؟ وي كونديسيون تو لو كان جيت فو ما يدخلش الطونك، مش ما يعمليش تريتمون، ما يدخلش للطونك، ما يدخلش للتريتمون. داكوردو واضح مسيو. معناها نحن توا ايجا ناخذوا على سبيل المثال باهي، ناخذوا الفرق الاولاني من بين الريبيتي ومن بين الطونك. راهي الطونك عندها نفس الاحكام نتاع الريبيتي، اللي تعملوا بالريبيتي تنجم تعملوا بالطونك، اما فما فرق صغير من بين الريبي، زوز فروق صغار من بين الريبيتي والتونكو. فهمتني؟ هانا توا باش نشوفه، دونك تبعوني اللي هي باش نكملوا بهم ديجا الشابتر نتاعنا هذا. باش نكملوا بالشابتر نتاعنا معناتها باكزامبل غير معناتها بوردو. باهي يا سيدي الياس العبيدي ما يترانا كان بامان الله. داكوغ ياس العبيدي هاو لهنا هذا امان الله وهذا ياس العبيدي. ايه دونك ياس العبيدي وهو في دارهم كوردو، هذه دارهم هاي وهو في دارهم، مش عمل خرج ياس العبيدي ومشي مشي 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 وجا لسال دو سبور يفيريفي هل امان الله موجود ولا لا. كان امان الله موجود راه باش يدخل يترين، كان امان الله ماهوش موجود شنو باش يعمل؟ باش ترسلو عاود يمشي 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 يروح لداره ويقعد يعاود هكاك كوردو. ب او مينيموم سؤالي في سلوكم انا، او مينيموم قداش من مره يلزم يمشي ياس العبيدي باش يتاكد اللي امان الله في السادي سبور ولا حتى لتو مينيموم؟ او مينيموم قداش من مره يلزم يمشي الياس العبيدي للسال دي سبور باش يتاكد اسكو امان الله غادي ولا لا؟ حتى شي غادي مانيش كي بالشابوني هنا. قداش حتى الاي اقرا
نورا قالت une seule fois. Voilà يا نورا, une seule fois. Au minimum يمشي مرة. تعرفوا شو الفرق بين au minimum وau maximum؟ توما قاعدين جاوبوا فيا في au maximum. Au minimum على الأقل, على الأقل قديش من مرة لازمني نمشي أنا باش نتأكد إنه هو في ستادي سبور. أقل, على الأقل هي une seule fois, مرة واحدة. يلزم نمشي على الأقل مرة واحدة باش نتأكد. فهمنا؟ فهمتوني ولا على الأقل ندخل للبوك المرة معناتها. تفهموا فيا ولا شنو؟ نجي للتونكو ونقول ياس لعبيدين هنا في دار, وهو في دارهم هز التليفون وطلب أمان الله وقال له أمان الله أنت في دارك, ما دامك في دارك هاني جايك. ما دامك ماكش في دارك معناتها ما دامكش في الدار ياس لعبيدي هز التليفون وقال أمان الله اسكو انت في ستاد دي سبور؟ قال له ايه, ما دام أمان الله في ستاد دي سبور دونك ياس لعبيدي باش يمشي له. فهمنا؟ دونك لهنا او مينيموم قداش من مره باش يمشي لياس؟ على الاقل ينجم, ينجم ما يمشيش هكا ولا معناتها جهاز تليفون ويقول له راني مانيش في ستادي سبور ماهوش باش يمشي او مينيموم معناتها زيرو. فوالا سا سابيل. دونك الفرق من بين التونكو والريبيتي انه بالريبيتي او مينيموم ندخلوا اون سول فوا. فهمنا؟ وبالتون كو او مينيموم ندخلو قداش من مرة؟ زيرو فوا. كيف؟ ليه؟ دونك اسكو فهمتوني شباب شنو حبيت نقول لكم ولا؟ اسكو باه نمشيو للفرق الثاني. من الاخر الفرق الثاني اللي لي كونديسيون سون توبوزي. واضح؟ معناها انا بالريبيتي نقول اعمل لي حتى لين نخلط للكونديسيون نتاعي. بوردو par contre بالتون كو نقول مادام الامور مريقله اعمل لي, ولا مادام مازلت ما خلطتش اعمل لي. داكوغ؟ ديما ريبيتي نقول له عاود لي, عاود افيشي لي كلمه بونجور حتى لين الاي نتاعي هذه اللي قاعده تقدم تخلط للان. بالتون كو نقول له مادام الاي نتاعي مازالت ما خلطتش للان افيشي لي بونجور. فهمنا؟ دونك لي كونديسيون سون توجور اوبوزي, عكس بعضهم. واضح شباب؟ اسكو فوز افي كومبري؟ وي. باه اسكو فوز افي دي كيسيون؟ دونك اللي عاو اللي تباني سيغتينمون فهم بالباهي معناتها خاطر بالحق جي بيان اكسبليكي. واذا كان ميسالش معناتها كي حسيتوا روحكم ضيعتوا حاجه في وسط السيونس تلقاو لونجستخمون هذايا موجود في شين يوتيوب. داكوردو شباب؟ فوزالي غيان غاتي. واضح؟